برضو عايزين نعرفكم ان امبارح اعلنت رابطه الانديه المحترفه مواعيد الجولتين 33 و34 وكمان مؤجلات النادي الاهلي في ختام الموسم الحالي من الدوري، بالاضافه الى موعد قمه الاهلي والزمالك طبعا في الدور الثاني. يعني ان شاء الله ختام مباريات الدوري هيكون يوم 16 يوليو الجاري بمباراتي المقاولين العرب ضد النادي الاهلي والزمالك ضد فاركو. عقب نهايه الدوري هيخوض النادي الاهلي ماتشين مؤجلين ضد بيراميدز يوم 23 يوليو ان شاء الله لحساب الجوله ال 28، وبينتهي الموسم بلقاء الاهلي والمصري المؤجل من الجوله 30، الكلام ده هيتلعب يوم ان شاء الله 26 يوليو. كمان هيلعب النادي الاهلي مع الزمالك في القمه المنتظره والمؤجله من الجوله 31، الماتش ده هيتلعب يوم 13 يوليو في 8:30 مساء على استاد القاهره. وكمان هتقام مباريات الجوله 33 بين السبع فرق المتنافسه على الهبوط في نفس التوقيت، هتلعب يوم 10 يوليو في 8:30 مساء ان شاء الله.